احمد المشهد ده بقى ظهر فيه يعني ابطال المسلسل اسر ياسين وباسل خياط. احكي لي بقى عن الكواليس اللي انت تشتغل مع ابطال المسلسل لاول مره. الحمد لله انا بجد يعني انا دخلت لوكيشنز كتير، ما صورتش كتير، دي اول حاجه صورها، بس دخلت لوكيشنز كتير، ودوت من اكتر اللوكيشنز اللي حسيت فيها بحب بجد. الناس حابه بعضها، الناس حابه المشروع، الناس مؤمنه باللي هما بيعملوه، كل حد عارف ان هو مفيد في الموضوع، فكل حد قلبه قوي على المشروع. فلا كواليس كانت حلوه قوي، الناس كانت في تناغم كامل. هو الابطال المسلسل عامه بالفريق العمل كله كان في فعلا زي ما انت بتقول تناغم ما بينهم وروح حلوه وحب لبعض، ومثلا انا باجي بقول الجمله بشكل معين واحنا لسه بنبروفا، فالاقي استاذه سلوى تيجي تقول لي طب ما تعمل كذا. فلا الموضوع كان حلو قوي الحمد لله، يعني كان حلو قوي بجد. وآسر اخ كبير يعني بجد. كلمني بقى عن النجم خالد صالح. الله يرحمه. ايه اكتر دور بتحبه ليه؟ اكتر من دور بصراحه. ما لا ده احنا كلنا يعني بنحب كل يعني الادوار، يعني ما فيش اختلاف في الدور كل الادوار، بس انت في اكيد حاجه مميزه مثلا بتحب الدور ده. هي فوضى بيتك جواها حاجه كده حلوه قوي. الله يرحمه. بالذات ان هو كواليسه بعرضه في مهرجان فانس بالذكريات بتاعته، فعنده ليه حته كده معينه عندي. وكدور برضه هو كان من احلى الادوار اللي هو عملها، وكان مؤثر قوي وكان حقيقي قوي، اللي ملوش خير في حاتم. بالظبط، ملوش خير في مصر. طلع منه جمل كتيره بقت طبعا كتيره على السوشيال ميديا. بالظبط بالظبط، وبيناقش بجد قضيه حقيقيه عشناها وعايشينها وعايشينها وهنعيشها ان شاء الله. ما نعيشها يا رب. قول يا رب. يا رب املنا في ربنا كبير.